بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مدينة القاهرة، معلومات لا تعرفها عنها. أكبر مدينة عربية من حيث المساحة وعدد السكان، وعدد سكانها حوالي 10 مليون نسمة، حوالي 10% من سكان جمهورية مصر العربية. تلقب بمدينة الألف مئذنة. سبب تسمية المدينة بهذا الاسم نسبة إلى كاهي رع، بمعنى موطن إله رع، وهناك مسميات أخرى. مدينة القاهرة مدينة متنوعة ثقافية، حيث تجد فيها أثار فرعونية، يونانية، رومانية، وقبطية، وأيضا إسلامية. يعود البناء الحالي للقاهرة بشكل الحالي إلى الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص عام 641 ميلادي، حيث أنشأ مدينة الفسطاط. حتى أمر القائد الفاطمي جوهر الصقلي ببناء عاصمة جديدة للخلافة الفاطمية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. تقسم القاهرة إلى 37 حي، وفيها مقر جامعة الدول العربية. ومن أشهر معالم المدينة برج القاهرة وحديقة الأسرار. طبعا برج القاهرة أو برج الجزيرة بني عام 1956 على شكل زهرة اللوتس المصرية، وتم بناؤه في عهد جمال عبد الناصر، لذلك سمي بشوكة جمال عبد الناصر، وقد كلف 6 مليون جنيه. يوجد فيها أيضا مسجد محمد علي، أنشأه محمد علي باشا عام 1830 على الطراز العثماني. طبعا في أسفلها قلعة صلاح الدين، وبين بالصورة المسجد على رأس القلعة. طبعا تصميم المسجد تصميم رائع ومثل متجانس بدقة معمارية رهيبة وتصميم هندسي عبقري. طبعا القلعة بنيت في عهد صلاح الدين، ولكن اكتملت في عهد الكامل بن العادل. طبعا القلعة 5 أبواب و3 أدراج وفيها 4 مساجد. ومن أشهر جامعات القاهرة جامعة الأزهر، ثالث أقدم جامعة في العالم بعد جامعتي الزيتونة والقرويين، وهي أكبر مؤسسة إسلامية في العالم، وكان اسمها في الماضي جامعة القاهرة. بناها الفاطميون في عهد المعز لدين الله الفاطمي ثاني الخلفاء الفاطميين عام 970 ميلادي. وهناك جامعة القاهرة التي كان اسمها جامعة فؤاد الأول، وهي ثاني أقدم الجامعات المصرية، وقد تأسست في عهد محمد علي، وقام أوباما بإلقاء خطاب فيها للعالم الإسلامي عام 2009. إنني فخور بنقل أطيب مشاعر الشعب الأمريكي إليكم مقرونة بتحية السلام من المسلمين في بلدي. السلام عليكم. وهناك الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1919 بنيت عند ميدان التحرير، ومن أشهر خريجين هذه الجامعة الملكة رانيا العبدالله. وهناك جامعة عين شمس تأسست عام 1950 تحت اسم جامعة إبراهيم باشا، وأيضا يوجد في هذه المدينة استاد القاهرة الذي يعد من أعرق الملاعب في الوطن العربي. طبعا القاهرة يوجد فيها أول مترو في الوطن العربي وأفريقيا، وهو أهم وسيلة نقل لسكان المدينة، يخدم يوميا 3.5 مليون مواطن، وافتتح عام 1987. ممكن وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا تعملوا اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.